ليلى بعملية اقتحام لحصار سرت، وقد استشهد في هذه العملية. فلا تحزن، ما تبكي. ظهرت يا هنا، ظهرت يا عيشة، ظهرت يا صفية. أنني استشهد في معركة واجهوا فيها 40 دولة ظالمة لمدة 40 عام. ذلك لين بطل الحكم وداعم الشعوب في معارك التحرر، وبطل السلام عندما يكون سلام مبني على العدل، محرر ليبيا، باني الجماهيرية، صانع عصر الجماهير. أن استشهدت الليلة فهو دفاع عن كل هذه القيم العظيمة، دفاع عن نساء سرت، عن نساء ليبيا، عن نساء أفريقيا، عن نساء العرب، عن الإسلام. أقدم روحي فداء لكم جميعا. أنا لا أخاف هذه الليلة من الموت، ولم أكن أخاف من الموت أبدا. الموت هو الذي يخشاني، هو الذي يخافني. فأنا قادم على الموت بكل شجاعة وبكل إيمان. الخيانة هي التي أضاعت طرابلس وأضاعت سرت. الخيانة فقط، وليس الرجال ولا السلاح. فأفخر بي دائما، استفخر ببلادي أمام العالم، وستفخر بأمتي. فلا تحزنوا، بل أفخروا. لا تحزنوا بل أفخروا. أفخروا.